I
المايك طفي. حطوهم قدام المذبح على الأرض. معلش حطوهم قدام المذبح ما مشكلة. يلا عريق يلا بس وقوف جنة
يرسى راسي مستخدم ماير لأوفيسر أوليس and our channel director القيامة أخان العزيز and all the distinguished guests, God bless all of you. إخوتي وأخواتي المؤمنين، إذا واحد يريد ويلاحظ ويقرأ وجوهكم أولا ما يقرأ إلا عنوان واحد، عنوان فقط واحد، عنوان الفرح، وكلكم عنوان للفرح، ويليق بكم الفرح. ونحن خلقنا للفرح، ربنا يعطينا نعم كبيرة، واليوم الله حبانا بهالنعمة والبركة الحلوة. لما يجي أبو الكنيسة، معلم الكنيسة، مدبر الكنيسة، يجي ويطفح يطفح أنفاس الفرح في هذه الرعية المباركة، فكيف لا نفرح؟ الفرسان الحلوين المباركين أمة وشجاعة وطيبة، الأخوات المباركات، أخوات الأخوية العزيزات، الشمامسة، كلكم أيها الأحباء، كلكم رسل الفرح. لازم نتعلم أن مو فقط نفرح، لكن أن نحافظ على الفرح، وما نترك لأي شخص أو لأي قوة أن تسلب فرحنا. فاليوم الفرصة الحلوة، سيدنا البطرك اللي يحبنا من كل قلبه ويعمل من أجل فرحتنا، وفرحتنا هي فرحته. لازم نتعلم أن نقابل الفرح بالفرح، والمحبة بمحبة، واحترام وتقدير مزيدا من التقدير. سيدنا البطريرك غني عن القول أنكم تشوفون القلوب ترتسم على العيون بالفرح، ترتسم على الجباه، ترتسم على الناس الطيبة، والطيبة جدا تلاقيكم تستقبلكم بفرح. شرفتمونا سيدنا البطريرك، ونتشرف بكم كثير كثير سيدنا البطريرك. عن هؤلاء وعن جميع أبناء الرعاية والأرساليين في أبرشية سيدة النجاة العامرة اللي انولدت وترعرعت تحت الحاكم وغذيتموها بمحبتكم الكبيرة من قلبكم الكبير. هذه الأبرشية سيدنا وهذه الرعية ممثلة بالأبرشية تعلن عن ليس فقط محبتها، بل تعلن عن روح الطاعة، طاعتنا إلكم أبا، وهذا أجمل ما نقدر أن نكرم أبانا وكنيستنا بالطاعة على مثال الرب يسوع اللي علمنا الطاعة. بالطبع اليوم
بنفهم الطاعة بشكل سلبي، بس احنا لا سمح الله، لا، احنا نعرف الطاعة هي أجمل فضيلة نرضي الله بها. الطاعة هي أقوى سلاح ندحر قوة إبليس. يسوع إجا يعلمنا الطاعة، يسوع اللي طاع، كما يقول مرقس، أطاع حبا حتى الصليب، موتا على الصليب. نحن اليوم يشرفنا كثير سيدنا البطريرك أن نعلن طاعتنا للمسيح، للكنيسة، من خلال إطاعتنا لأبوتكم، لرعايتكم، لمحبتكم، مقرونة هالطاعة بالشكران وعرفان الجميل. ليس لنا إلا أن نكون بمستوى الرقي، ما نقدر إلا أن نقابل محبتكم وجهودكم اللي بذلتموها دون قياس. نقولكم سيدنا يسعدنا اليوم أن نعلن عن محبتنا واحترامنا وطاعتنا لكم، ونعلن لكم بأنكم الأب والمعلم والمدبر. نسأل الله، نسأل أم المعونة الدائمة أن تحميكم، نسأل أم المعونة الدائمة أن تمدكم بكل قوة وتتشفع فيكم من أجل نجاح مشاريعكم، وتكون هي نسبة بركة يسوع بلدكم ولكنيستنا ولمجد الله الأعظم. آمين. فاسقط امو ليلتك وادخلون كديشي ارى مرنف مرملتك احدايا رامل تزعب شمعيونك او ديكا Oh, no.
ورهود الشيحي وعليه الرحمة والعلمين آمين. يا إخوتي أنتم دعاكم الله لتكونوا أحرارا، ولكن لا تجعلوا هذه الحرية حجة لإرضاء شهوات الجسد، بل اخدموا بعضكم بعضا بالمحبة، فالشريعة كلها تكتمل في وصية واحدة: أحب قريبك مثلما تحب نفسك. أما إذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانتبهوا أن لا يفني واحدكم الآخر. وأقول لكم اسلكوا في الروح ولا تشجعوا شهوة الجسد، فما يشتهيه الجسد يناقض الروح، وما يشتهيه الروح يناقض الجسد، كل منهما يقاوم الآخر لئلا تعملوا ما تريدون. فإذا كان الروح يقودكم فما أنتم في حكم الشريعة، وأما أعمال الجسد فهي ظاهرة: الزنا والدعارة والفجور وعبادة الأوثان والسحر والعداوة والشقاق والغيرة والغضب والدس والخصام والتحزب والحسد والسكر والعربدة وما أشبه ذلك. وأنبهكم الآن كما نبهتكم من قبل أن الذين يعملون هذه الأعمال لا يرثون ملكوت الله. أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف والصلاح والأمانة والوداعة والعفاف، وما من شريعة تنهى عن هذه الأشياء. والذين هم للمسيح يسوع صلبوا جسدهم بكل ما فيه من أهواء وشهوات. فإن كنا نحيا بالروح فعلينا أن نسلك طريق الروح، فلا نتكبر ولا يتحدى ولا يحسد بعضنا بعضا. وبارك يا سيد. A reading from St. Paul to the Galatians. Bless me, Father. Glory be to the Lord of the Apostles, and may His mercy be with us forever. Amen. Brothers, for you were called for freedom, but do not use this freedom as an opportunity for the flesh. Rather, serve one another through love. For the whole law is fulfilled in the one statement, namely, you shall love your neighbor as yourself. But if you go on fighting and devouring one another, be aware that you are not consumed by one another. I say then, live by the Spirit, and you will certainly not gratify the desire of the flesh. For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These are opposed to each other, so that you may not do what you want. But if you are guided by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are obvious: immorality, impurity, licentiousness, adultery, sorcery, hatred, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus
has crucified her flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also follow the Spirit. Let us not be conceited, provoking one another, envious of one another. Bless me, Father. فخرج الرسل
وكانوا يطوفون في كل القرى والمدن ويبشرون ويشفون في كل مكان. آمين. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke the Evangelist. We believe and confess. He summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, take nothing for the journey. Neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second bag. Whatever house you enter, stay there and live from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them. This is the gospel of our Lord Jesus Christ. سيدنا مار برنابا يوسف الجزيل الاحترام، شكرا من القلب لكلماتك اللطيفة النابعة من أخ في الإسقفية لشخصنا للبطريرك الذي كان زميلا لك ورافقك في هذا مشوار الخدمة لكنيستنا في الولايات المتحدة وكندا. A word of thanks to our dear friend, our brother, Bishop Barnaba Yusuf, the Bishop of this diocese, Our Lady of Deliverance, for his welcome and for his words of friendship and brotherhood. As we know that we have been together serving the church in the United States for over or some 30 years. Indeed, we began to serve our people who did leave the Middle Eastern country, most particularly Iraq, since 1993. And that time, Monsignor Imad Hanna Sheikh was a layman who was preparing for the priesthood, and I used to come from Los Angeles to celebrate the Divine Liturgy of the Mass once a month, then twice a month. After he was ordained, he was taking care of this new
parish of our mother of perpetual help. We'd like to say thanks and word of greetings to His Excellency, the Mayor of El Cajon, Bill Watts, as well to Sergeant Louis Mikael Basimaraba, and to the Chancellor of the Diocese of Roman Catholic Diocese of San Diego, Rodrigo Valdivia. أحب أيضا أن أرحب باسمكم بسيادة القنصل قنصل العراق الموجود معنا السيد وسيم كنا في لوس أنجلوس نورث هوليوود. أيضا شاركنا قنصل العراق في القداس. We also had the Council of Iraq in North Hollywood as we greet the Council here in El Cajon. أحبائي الكهنة من الكنائس الشقيقة الشمامسة الكواير والسيدات الأخوية والهيئة مجلس الرعية الشباب الأطفال والتعليم المسيحي نحن فرحانين كثير لأنه جينا لعندكم بهالرعية رعية أم المعونة الدائمة اللي ابتدأت قبل 30 سنة بالضبط لما كنت أنا كاهن أجي من نيوجيرسي للوس أنجلوس من لوس أنجلوس بجي لأخذ احتفل بالقداس مع موسيقى عباد بعده كان يتهيأ للشماسية والكهنة مظبوط موسيقى We just heard of the Holy Gospel of the Lord Jesus, that Jesus sent his disciples to bring the good news to all people. And we also, we have to be the disciples of Jesus the Lord. You've been also, and you stay at the same time as disciple of the Lord Jesus. You came to this wonderful country, the United States, to seek dignity and freedom. And I am sure that you weren't, all of you, so rich. You were like the disciples of Jesus. You have to work hard to bring the good news of the salvation to this area of California, Southern California. From the letter of St. Paul to the Galatians, you also heard what the apostles wanted to tell that community of Galatia, that we have to love the Lord and to love each other. And this is the fulfillment of all laws. We Christians, we don't abide by laws just to please God, but we live in the Spirit of God. We live in this wonderful vocation of being children of God. Of course, we are sinners, all of us. We have our problems, our faults, but God is the merciful Father who will welcome us every time we go and we return to Him. And therefore, we have to insist that to be true disciples of the Lord, we have to live the
true charity, love among us. And you remember, you read in the Acts of the Apostles, the fifth book of the New Testament, written also by St. Luke, the disciples of Jesus were first known Christians in Antioch, Syria. There, the love which was exercised, lived among the disciples of Jesus, had, you know, to raise questions among those who were not believers. They were telling, look, how do they love each other? And therefore, love doesn't mean words, doesn't mean songs. Love means true charity every day, every hour, and especially in the families. As St. Paul reminds us that the spirit of the world is linked mostly just to please and to get the pleasures in this life in the name of the freedom. However, we have to be the children of God, living the spirit of God and trying to be witness of love among all those who surround us. We thank, of course, God, first of all, for this grace that you are here. We thank this wonderful country, nation of the United States, who that gave you, especially the human dignity and the Christian freedom, and we always are asked to remember our brothers and sisters who are back at home in the Middle Eastern countries, where, as you well know, there is no peace, there is no stability, and a lot of problems at the level of the economic and political ones. Therefore, please keep your brothers and sisters in your prayer and be generous wherever you can to help them survive with the help of God and the church that give as possible the services they need. To our Heavenly Mother, Mother of Perpetual Help, we ask, we pray for the intercession that will be always this spiritual church family to be witness of the Lord Jesus. Amen. Amen. وابخل زبان نشكو الناسخ للمسيح الرب إلهنا كلمة الآب وحكمته الذي وفى بوعده لتلاميذه الأطهار إذ أرسل إليهم الروح القدس المعزي فكملهم ومنأهم حكمة ونورا وأيدهم بقوته فانطلقوا يبشرون الأمم بالحق ويعلنون إنجيل الخلاص في العالم كله. الصالح له كل الإكرام والمجد. أشرب الزبان واللون مع المي. رحمة يا رحمن من
منهم بالذين يعترفون بك يا من في يوم الأحد فرحت الخليقة كلها بقيامتك المجيدة من بين الأموات وبشت عروسك البيعة المقدسة بحلول روحك القدوس عليها في العلية وبانتشارها في العالم كله. لك نقرب فعل الشكر الذي يليق بك لأنك منحتنا روحك القدوس الفارقليط المعزي المساوي لك ولأبيك في الجوهر وزع المواهب والعطايا. ذاك الذي تكلم بالأنبياء منذ القدم وحل على الرسل في شبه ألسنة نارية وهو ينبع الأفراح وبخيرة البركات وكنز المعونة. والآن نطرع إليك يا رب على عطر هذا البخور الذي قدمناه أمامك أن ترسل إلينا روحك المعزي ويضرم في قلوبنا نار حبك لله ويملأنا بالشوق للاشتراك في مندوبتك اللذيذة ويكملنا ويقدسنا. أعطنا يا رب أن نسلك في طريقك بهدي أنوار روحك المحيي وأن نقصد مجدك في أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا مدى أيام حياتنا. هبنا أن نلقاك في مجيئك الثاني المجيد مع أمواتنا المؤمنين الراقدين على رجاء القيامة بك فنسبحك مع أبيك المبارك ورؤيك الحي القدوس أشوق الإسبان والعلام والمين. According to our rite, has also the symbolic meaning of the penis of the pardon of the Lord. من الأم قابل سيد حاوب الشبان ضحتوا إلى علم علمي. قديش أبو قديشو. قديش برو قديشو. الذي على
plead with us that God may accept our divine sacrifice. صلوا معنا إخواتنا وأخواتنا ليقبل الرب قرباننا. Extend your
your merciful hand upon your servant, bowed before your majesty. Bless, purify, and sanctify the sheep of your flock redeemed by the blood of your only begotten Son. May your living face shine upon them, so that we, the enemy, will recognize them as your redeemed, as we offer praise to you, to your Holy Son, and to your Holy Spirit. وحب وإيمان صادق ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة والمقدسة التي يقربها الحبر الجليل عنا لله الأب رب الكل ذبيحة حية رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا. محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله معكم ومع روحك. لتكن عقولنا وافكارنا وقلوبنا فوق للآب هيا عند الرب إلهنا. Let us give thanks to the Lord with fear. لنشكر الرب بمخافة إنه لوعد كل الآلهة. Therefore, it is worthy and just to adore you, glorify you, because truly you are God, Father, Son, and Holy Spirit. You have drawn us from a state of non-existence into that of existence, and we are calling you, raise us up and be not seen your world country brought us to heaven, giving us the kingdom to come. For all this, we give you thanks, your only begotten Son and your Holy Spirit. The cherubim and seraphim surround you, glorify you, as they chant with the heavenly flowers and endless hymn of victory. Sarfim wa qailim. Amen.
Allah'a
Thank you.
أيها الإله أيها الرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية في المسيح، ونبتعد متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل الآن أمامك ببزالة حنانك. أهنا لندعوك أيها الأب القدوس بشهادة ضميرنا الخالصة، ونصلي يا منشدين أبونا بشرنا. القدوس روح واحد حي القدوس
خلق العالم بحلاله. آمين. معنا الابن الواحد القدوس الذي فدانا بألمه وموته. آمين. معنا الروح الواحد الحي والقدوس المدمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. تبارك اسم الرب من الأزل وإلى أبد الأبدين. آمين. إن فمك القدوس الطاهر يا رب وعد وقال: كل من يأكل جسدي ويشرب دمي ويؤمن بي يهبط فيا وأنا فيه، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أهلنا الآن لنتناولك قربانا إلهيا، فنستحق بك غفران الخطايا والصفح عن الآثام. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. مرتم حسوميت وطفاغي والميل مشيح الله. من مذبحك المبرر لينحل الغفران الساجدين لك يا من أتى لأجل خلاصنا ويأتي لأجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. بارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك المقدس ودمك الكريم غفرانا للذنوب وصفحا عن السيئات وإسفارا للوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. على حاملي هذه الأقداس، على واهبيها وعلى متناوليها، على كل من تعب واشترك فيها، رحمة الثالوث القدوس في العالمين إلى الأبد. Oh.
فكان عمري يجري
ربنا وإلهنا. يا ربنا يسوع المسيح ليكن جسدك المقدس الذي أبناه ودمك المبرر الذي شربناه لنا للدينونة بل لحياة الأبد وخلاص جميعنا فارحمنا. الكاثوليكية والرئيس الأعلى للسريان الكاثوليك في العالم
وصاحب السيادة مار برنابي يوسف حبش راعي برشيتنا برشية سيدة النجال السريان الأنطاكية في الولايات المتحدة الأمريكية بارك الله سيدنا. وحضرة الأب المونسنيور حبيب مراد الكليل احترام القيم البطريركي العام وأميسر البطركية. نرحب بغبطتك باسم كنيستنا كنيسة أم المعولة الدائمة للسريان الكاثوليك الأنطاكية في مدينة الكهون سان دياغو، ضيفا عزيزا وراعيا تحمل لنا صورة حين المسيح الراعي الصالح الذي أقامك خادما وراعيا ورسولا لكنيسته لتخدم شعبه المقدس بالأمانة لرسالة التعليم والتقديس والتدبير وترعى قطيع المسيح وتقوده إلى مراعي النعمة الخصبة والخدمة بعدل ومحبة متمما للشعار الذي اتخذته كلا للكل. الشباب محور اهتمامنا، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. معك يا صاحب الغبطة ننظر إلى المستقبل بثقة لأن قلبك الأبوي الكبير يفيض حبا، فيجد فيه جميع أبنائك مكانا لهم لأن الحب الذي علمنا إياه السيد المسيح لا حدود له يشمل كل إنسان. أعرف أن أقصر آية في الكتاب المقدس الله محبة، والمحبة أساس البنيان. وجودك معنا هو فرحة وصورة حية لهذه المحبة النقية. نعم إنها رسالة صعبة، ولكن الرب قال لا تخافوا أنا غلبت العالم. على هذا الكلام نتكل كلنا به نثق، فيسير معك نحو الأمام بثبات ورجاء قوي. لا تزعزع العواصف والأمواج العتية. ومنك يا سيدنا استفدنا وتعلمنا الكثير، ولا ننسى الآية الجميلة التي من الكتاب المقدس لوقا 21-19 بصبركم تقتلون أنفسكم الذي كنت تكررها دائما على مسامعنا. ما أحوجنا اليوم إلى الصبر، كثير من الصبر وأهمية الصبر في حياتنا، لأن عندما يغيب عنا الصبر تغيب عنا فضائل كثيرة جدا. إنه صعب لكل ثمر حلوة. إن زيارتكم اليوم لكنيستنا الذي أنت وضعت البذرة الأولى لها يوم 6 نيسان 1994 عندما كنت قرصفا هي فرحة كبيرة، وأبناء الرعية يعتبرون حضوركم بيننا نعمة كبيرة من الله. ونطلب من أمنا مريم العذراء أم المعونة الدائمة شفيعة كنيستنا سيدة النخيل سيدة العراق أن تحميكم وتحمي كنيستنا. صاحب الغبطة كل الشكر والتقدير من القلب، نقول لكم مرة أخرى أهلا وسهلا بكم في بيتكم. شكرا لغبطتكم ونصلي من أجلكم. بارك الله سيدنا. Oh.
أبو وبرو روح مديش حضلو شرير علم مدوي حبائي غطة البطريرك استقبل كل الحضور في الساحة الخلفية بعد 10 دقائق وبهالمناسبة نحث نقدم هدايا تذكارية من كنيستنا إلى غطته إلى سيدنا إلى كل الذين شاركوا ويانا بشكون الشعب سيدنا اقترب رعيتنا وقع لك شكرا تنبوغي مسكوك كنيسة مكتب العالم الموجودين ويانا شباز سيدنا شكرا 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 Monseñor Habib, thank you for coming. God bless you. شكراً يا وسيم يا مستر راد باردينيو وشانسلا وشانسي وشان دياغو شكراً سار جيكوري ألفونس سيرجن ألفونسن قناة القيامة نشكركم على تعاونكم بوابة زاخو نشكركم على تعاونكم Severn Cross, the newsletter of San Diego, Diocese. Abuna Polisco, Luis. Abuna Polisco, Padi Apo. Abuna Taufiq. Abuna Yohane. يعطيكم العافية ونشكر الجميع وربنا بيزيدكم محبة وفرحة. رجاء على صاحب السيارة الهونداي الرصاصية اللي سلم رجاء يحرك سيارتكم قبل أن يتم سحبها قبل أن يتم التوين. License plate 83DE514. رجاءً صاحب السيارة هونداي أن يطلق سيارته رجاءً.
سيدنا